ففي تلكم البلد التي ذهبنا إليها وجدنا الطوائف، وجدنا من المسلمين ومن المؤمنين من اجتمعنا معهم اجتماعات وخرجنا منه عقد مجالس المولد الشريف بتريم إلى عقد مجالس المولد ببريطانيا. فإذا كنا في عصر الجمعة في المولد هنا في السقاف وفي ليلة السبت، فالمولد ويوم السبت توجهنا، ففي صباح الأحد كنا مجتمعين في قاعة من القاعات التي تعد عندهم كبيرة للاجتماعات، تستاجر من بعض الاجتماعات المهمة تتسع لقرابة 3000. فكنا فيها في احتفال وفقرات برنامج ما بين قرآن وإنشاد وكلمات تلقى وختم بقراءة المولد النبوي الشريف. أتخلل ذلك الذهاب للصلاة ولتناول طعام الغداء. امتدت ساعات الاجتماع من ما قبل الظهر إلى ما بعد العشاء، ما بين 9 ساعات، والذين جاءوا من أول وقت 10 ساعات 11 ساعة جلسوا في المكان، تخللوا صلاتهم وغداهم. أحذر ممن أسلم من أهل تلك البلدان مثل يوسف السلام وعدد من الذين أسلموا، وكان له مشاركة في كلمة يتكلم فيها عن بعض مهمات المسلمين وواجباتهم وبعض النقائص التي واقع لديهم، كما عرضوا في الشاشة بعض إنشاد له قد أنشده سابقا في بعض الدول العربية. وحضر من ولد أيضا للمشاركة من أمريكا، من إخواننا بعض الذين كانوا قد درسوا هنا جاءوا للمشاركة هناك، وبعض الذين من أيضا من عاشوا هناك بعضهم من أصل أفريقي، ومنهم من قام بالمشاركة في فقرات في الإنشاد في كما أنشدت فرقة من مكة المكرمة، وجاءوا إلى المكان بهيئتهم المكية المعلومة وعمائمهم المعروفة، وأنشدوا الناس من تلك الأشعار المشيرة إلى عظمة الحق ورسوله وحرمة الحرمين الكريمين الشريفين وما تعلق بذلك. يتزايد الناس كلما مرت الساعات، وتكون حلقات جلسة المساء أكبرها عنده إلى قرابة ملء القاعة ما يزيد على 2500 هم الذين تكاملوا لتختم بهم الجلسة الأولى التي حضرناها بمناسبة المولد النبوي الشريف. حضر أفراد أيضا من غير المسلمين ينظرون ويسمعون ما يقول المسلمون عن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكيف يحتفلون. فمضت تلكم الجلسة الأولى وفيها كان تلاقي وتعارف واهتزاز بالذكر وبالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، وأنواع من الدعوات ومن التوجهات
بضائع دين الله تبارك وتعالى تظهر في الأماكن المختلفة. لحق ذلك عقد جلسات في مواطن أخر ودخول بيوت بعض الدعاة وعاقدي المجالس في تلك المواطن، مثال الشيخ محمد أبو بكر باشعيب الذي قد كان جاء في زياراته إلى هنا، وقد كان استقراره في تلك البلد بنظر مشايخنا وأئمتنا ليقوم بدوره في ربط الخلق بالحق والمحافظة على من يتصل به من المسلمين في مسالكهم وتهيئة السبيل لمن يؤمن بالله تبارك وتعالى. وما من يوم يمر إلا ويسلم عدد من الناس، ومما هو حاصل في الحال أنه يتعرض أعداد من الذين يسلمون للرجوع والارتداد بعد ذلك، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأكثر أسباب ذلك حال المسلمين وعدم استيعاب هؤلاء المقبلين على الله والداخلين إلى دين الله، واصطدامهم بكثير من التعاملات والأخلاق التي يجدونها في أهل المنسوبين لهذه الملة ولهذا الدين، فترتدوا نسبة منهم ويثبت من يثبت ممن أراد الله تبارك وتعالى الصفاء. إلا أن للأمر تعلق بأحوال المسلمين أنفسهم وبوعيهم شان هذه الرسالة وشان هذا الدين وشان الرابطة بالمصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ومعنى البلاغ عنه، ومعنى فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ومعنى بلغوا عني ولو آية، ومعنى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهناك في تلك البلدة جالية كبيرة من المسلمين، في حسب بعض الإحصاءات الرسمية قد يكون قريبا من الواقع وقل منه نحو 2% من جملة أهل البلد مختلف أديانهم الأخرى هم من المسلمين.